شكرا على كبر محبتكم وفرحتكم بتواجد الجميع هنا، شكرا لشعب لا ينكسر لا ينهزم ولا ييأس ولا يستسلم، شكرا لشعب يحب الحياة ويستحقها أكثر من أي وقت مضى، شكرا يقولها الجميع بعد خليج بغداد يريد أن يحصل عليها في خليج البصرة. حكم المباراة الروماني ستيفان كوفاكس صاحب 38 سنة بالتأكيد من أدار الافتتاح سيدير المباراة النهائية. الأهداف في المباريات النهائية تبقى في التاريخ بالتأكيد، كرة ثابتة أمير العماري أم يتركها بالتأكيد للآخر، الكرة فيها تصويبة ولكن الكرة سهلة تصل إلى إبراهيم المخيني، أيضا إلى جانب أيضا اللاعب فهمي دوربين في قلوب دفاع المنتخب العماني. الكرة بتتحول إلى، شوف الانطلاقات، شوف الكرات المرتدة، شوف الحلول الفردية، شوف الرقم 20 صلاح اليحيائي، شوف ذكريات عماد الحسني، الكرة تصل فيها مرور، فيها تصويبة يا رباه، حارس المرمى يتصدى، عمان تقول أنا هنا، السلطنة يبدأون أول تهديد في المباراة النهائية أمام كاشيما في 2018، لكن لديه من النجاحات والبطولات وحقق الدوري الإيراني أيضا وحقق الكؤوس هناك، انظر إلى الرقم 20، الجماهير الكبيرة في المدرجات، كرة ثابتة للعراق. نجح المنتخب العراقي في أن يسجل من كرة ثابتة في المباراة الماضية والسيمي فاينل الماضي، وهذه كرة ثابتة، وهذه كرة ثابتة، إبراهيم بايش يطالب بركلة جزاء، ماذا يقول الحكم؟ ماذا يتحدث الحكم؟ هل هي ركلة جزاء أم ماذا؟ هل سيتحدث مع الفار؟ شايفون المدرب الإسباني كاساس وشايفون اللقطة، العراق في لقطة تحرك المدرج يريد أن يستمع، الجماهير لا تسمح له بالاستماع، أنه يتحدث الآن مع تقنية الفيديو. كرة ذكية من إبراهيم بايش، هل اصطدمت في يد المدافع؟ هنا ضرغام إسماعيل، وشايفون المطالبة العراقية، الحكم أشار في البداية إلى استمرار اللعب وبعد ذلك الحديث مع تقنية الفيديو صادق على ذلك، مرت بالسلام على المنتخب العماني. شوف اللقطة، حاول فيها براسه، وصلت إلى إبراهيم بايش، شايفون الكرة، كملها يا مخرج خلينا نشوف، الكرة بتتحول بعد ذلك إلى إلهي فاضل، نستمع الآن إلى تشجيع لمصلحة العراق، رمية تماس، الكرة تسقط الآن، لكن الكرة تعود من جديد، العراق يضغط، يصوب، يا رباه، هدف عراقي أول، خطوة واحدة لصناعة التاريخ، لتحقيق الذهب، لمعانقة المجد، للوصول إلى الأحلام اللي عيونه الثنتين على أيمن يخلي وحدة البايش، اللي عيونه الثنتين على أيمن يخلي وحدة الإبراهيم، يخلي وحدة الإبراهيم، يخلي وحدة البايش، نجم البطولة، نجم البطولة، يسجل ربما أغلى أهداف البطولة، ربما أهم أهداف العراق، الله على إبراهيم بايش، الله على التسديدة، الله 1-0 تقدم العراق، 1-0 عن طريق عصام الصبحي، لكن هناك خطأ، هناك خطأ، الخطأ سينفذ، المنتخب العراقي يدافع الآن ويتراجع في منطقته، صلاح اليحيائي، الكرات العالية، الله على التمريرة، من التمريرة، ماذا يقول الحكم؟ حكم المباراة يشير إلى استمرار اللعب، لاعبي المنتخب العماني يطالبون بركلة جزاء، الله على تمريرة اليحيائي، الكرة بتتحول إلى خارج الملعب، رمية تماس، هنا احتجاج لاعبي المنتخب العراقي وجميل الأحمدي يطالب بركلة جزاء، شوف اللقطة والكرة العالية، الله على الهروب، شايف بعد ذلك وشايف الاستلام من قبل جميل اليحمدي، هل كان هناك اشتراك؟ لم يكن هناك اشتراك من حارس المرمى جلال أمجد عطوان، يحاول أقصى اليسار إلى حسين علي، ممكن العرضية، أيمن طلب الكرة عالية إلى شركو كريم، الكرة بتتحول والكرة بتتخلص والكرة بعد ذلك من جديد إلى شركو كريم، لو عد الله، الله، يا لها من تمريرة، يا لها من كرة لم تصل إلى أمجد، يا لها من لقطة يا شيركو، لتنهي أحداث شوط المباراة الأول بتقدم المنتخب العراقي بهدف إبراهيم بايش،
لاعب العراق الأفضل ونجم البطولة الأول، وهذه كرة شيركو كريم البينية التي أبعدها المدافع قبل أن تصل إلى أمجاد عطوان. شوط المباراة الأول مشاهدينا كان مثيرا، حضرت فيه الفرص وحضرت فيه الأهداف، تقدمت العراق ولم تحضر فيه سلطنة عمان حتى الآن، بانتظار شوط ثاني إلى ذلك الحين. قبل انطلاقة ضربة البداية لشوط المباراة الثاني لنهائي خليجي 25 هنا في البصرة، محمد علي سيكون أول أول بدلاء مدربي المنتخب العراقي خيسوس كاساس، وسنشاهد مكان مين. شاهدنا بين الشوطين احتفال اليوم الختامي لنهائي بطولة كأس الخليج أيضا، وشاهدنا بالتأكيد بعض الفقرات عمانية فيها تمريرة عدت يا صلاح، لا ما تعدي يا صلاح، ضرغام يا ضرغام، هذه اللقطة بتصل في الجهة اليمنى، وصلت إلى أيمن حسين، إلى ضرغام، إلى أيمن حسين بيلعب لك كرة لكن الكرة بتتخلص، الكرة بتضيع، تعود مرة أخرى من جديد، انظر إلى ضرغام، انظر إلى العراق، انظر إلى العراق، حسين علي قوية مستحيل، انظر إلى العراق، انظر إلى العراق، يا لها من كرة يا حسين، يا لها من ضربة كادت، أنا ما أقول بأن العراق قد يصطاد عمان في كرة ثانية إن لم تظهر ردة فعل لاعبي المنتخب العماني، وأجمل بكل شعبه العظيم. الآن نشاهد الكرة والضربة الركنية لمصلحة المنتخب العراقي الذي يريد أن ينهي كل شيء. إبراهيم بايش أمن، حسين علي عرضية رأسية مستحيل، يا رب ضاعت الكرة، ضاعت من المدافع مصطفى ناظم، انظر إلى حسين علي، كرتين للعراق، رأسية تأتي من مصطفى ناظم لكن الكرة إلى خارج الملعب، والمرمى لم يكن به الحارس الذي خرج في توقيت خاطئ، خرج في توقيت خاطئ في اللقطة الماضية، وتحولت الكرة بالتأكيد. العراق انظر إلى الصورة كيف تحركهم، انظر إلى الكاميرا كيف يقفون الآن، كيف يتفاعلون، كيف يشجعون ويهتفون من أجل عراقهم، من أجل منتخبهم، من أجل أسودهم. حضرت في خليجي 18 بين الإمارات وعمان، وهدف إسماعيل مطر، ثلاث مرات حضرت نتيجة 1-0 في المباراة النهائية. شايف هنا الآن تحضر 1-0، ويحضر الجمهور، ويحتفل الجمهور، ويرقص الجمهور. إنهم يحبون الحياة ويستحقونها، نعم إنهم يحبون الحياة ويستحقونها أجمل من أي وقت مضى. الكرة العراقية تصل الآن في مكان فيها تمريرة، بتصل من أمجد عطوان إلى ضرغام، الله على البينية، استلم حسين، عدى حسين، أمجد الآن يقطع طريقه ليوصل الطريق، محمد علي بيرسل لك كرة لكن أسرع من اللازم. شوط يقدم منتخب متأخر في نهائي كأس الخليج بالنسبة للمنتخب العماني، إلا إذا استطاع أن يغير الشكل في آخر 10 دقائق. تركيز عالي، المحاولة فيها مرور، فيها حل فردي، فيها صلاح، فيها صلاح، فيها اليحيائي، فيها ركلة جزاء، فيها ركلة جزاء، من أول تهديد عماني يصلون إلى ركلة الجزاء، لم يسلموا بعد، لم يرفعوا المنديل. منتخب عمان أمام جماهيره هنا في البصرة يحتفلون بركلة جزاء لم تسجل بعد، لكن الله يا صلاح، عماد الحسني عاد فجأة، جميل الأحمدي يتقدم، الله مستحيل يا جلال، هذا ما تحتاجه العراق في موقف كهذا الموقف، حارس عظيم يعيد فرحتهم التي لا يريدون أن يفقدونها أبدا. يا جميل ماذا أضعت، يا جلال لن ينسوا الجميل، يا جلال لن تنسى العراق الجميل، لن تنسى العراق الجميل. ألم يحقق، يا لهذه الدموع الصعبة، يا لهذه الدموع. كرة عالية أخيرة
لعمان، الكرة تسقط الآن، الدوران يأتي، التلاعب يأتي، الكرة بتتخلص من إيلاي فاضل، إيلاي فاضل بيشتتها، بيلعب لكرة طويلة وعالية، الجماهير تنتظر صفرة الروماني في هذا التوقيت، في الثواني الأخيرة يسابقون الزمن، يحتجون على الحكم، حكم المباراة كوفاليت، الصافرة تأتي، ركلة جزاء للمنتخب العماني، اليحياء يتقدم، بيلعب لكرة مستحيل، مستحيل، تحيا عمان، تحيا السلطنة، تحيا يا صلاح، اليحياء في آخر فرص خليج 25 في البصرة يعود بعمان مرة أخرى. يا لها من لحظة، يا له من سيناريو، الأولى ضاعت. كان يفصلك عن ثانية واحدة فقط بصافرة هذا الحكم. كرة ثابتة للعراق، عرضية رأسية، الكرة بتعدي، الكرة بتضيع وبتتحول الكرة إلى خارج الملعب. مناف يونس يتحسر، الكرة من حسن عبد الكريم، ثابتة كانت، رأسية من المدافع مناف، لكن الكرة بتتحول إلى خارج الملعب بعد ذلك، ولا يريد أن يستمر التعادل، التعادل يقبل في الافتتاح فقط. كرة عرضية، الله الله يا أمجد، مخادعة لحارس المرمى، إبراهيم المخيني يتصدى، الكرة كانت باتجاه المرمى، بيرسل كرة في مباراة ما زالت تبحث فيها عن الفائز بكرة عالية. الآن السورس منزلها، سقوط حسن عبد الكريم، ركلة جزاء، يا رب أي لقطة تحرك وجد النخلة، تحرك المدرج، انظر إلى اللقطة التي يظهر أمجد عطوان، أمجد عطوان، الله، وستجد طريقا لشفاء جراحك التي ظننت أنها لن تشفى أبدا، عن طريق الأسود، عن طريق الأبطال. قطع الكرة تعود بعد ذلك من أمجد عطوان، التحام الآن في الجهة اليمنى، في مرور ممتاز، الله على كرة من جميل، جميل اليحمدي، عرضية، مستحيل، مستحيل، لا يموت العماني، لا يموت العماني أبدا، مستحيل اللقطة، إنها تتمسك بهم ويتمسكون بها، إنها تريدهم ويريدون، إنها تعود لهم ويعودون لها. انظروا إلى الجميل بعد ركلة الجزاء، الكرة العرضية الآن من أمجد، رأسية، مستحيل، مستحيل، الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ، الأبطال وحدهم يكتبون المجد، يكتبون الذهب، يحققون الحلم، يصنعون أمجادهم. الله يا مناف، يا يونس، الله على أسود الرافدين، في الوقت الذي لا يمكن العودة فيه يتقدمون، الحلم حلمهم،